السلام عليكم. واحد النصيحة للناس الصباغة والموالين الديار، انت شوف ديما الصباغ ولا مول الدار يوصي على الروتوش، يعني تبقى واحد شوية ديال الصباغة باش يروتوشي اي حاجة بقات بحال دابا. هادو انت دابا عاد دوزو مول بلينت، عاد دوزو ديك الفايونسا والبيت انتوما مصبوغ مقاد البلين تاع الدايز والضربة هنايا. يعني ضروري الالوان خصهم يبقى سادس بواحد اللون كيف ما كان، خليه منه واحد النسبة. على ثالثة إذا تفهمت الدار وتسالت تبغى تريكات عاد نضهما دوزو بلينتا، وكاين شي لوينات حساسين يعني ضروري تخلي الرجوش بحال دابا اللون هذا صعيب باش تجيب بحال بريباري تاع تعيا ما غاديش تجيب بحال نسميها فهمي، ضروري خص يعني يبقى الرجوش. وبالنسبه لي انا هذه خليت لها الرجوش، كنت كنخلي الرجوش. شوف الرجوش دابا فاش نفعني، انت ما كتشوفها انت دايز الصباغه القبس مسبوق كل شيء مسبوق الحوش ديال الدار انت شوف فين خلاو لنا الضربه، يعني باش تعرف شنو كاين مول الدار. هذه نصيحه نتاع مول الدار والصباغ، الصباغ بالخصوص كيف ما بغا يكون النوع ديال الصباغ. انا هاني فين خليت واحد الطاسه زين هذا اللون ديال داك البيت، عندي اللون ديال داك البيت هذا قري خليت هذا ديالو الصدار دخلت به، خليت شويه داك بلون كاسي على حسب البيوتا، وهذا غوز غوز خليتهم انا هنايا، يعني خليت من واحد النسبه صغيره يعني ما كنتش ناوي هذا الشيء غادي يوقع وكذا، المهم خليت واحد النسبه وانتم حنا وقفنا عليها الروتوش اللي خليته انا وقفت عليه القريره كما شفتوا عندي ضربه ليه في الدخله ديال الباب حتى ديك الديجانكسور ديال الضو، والبلونكا سيرا البيوت ها بحال هاد القري اصلا لون حساس، يعني واخا تخلي الروتوش يقدر يعطيك الفرق. ها كما شفتوا، مهم النصيحه للمولين ديالهم كوكا تصبغ بيت والصدار اي حاجه ديما اللي نوصيك هي توصي الصباغ يخليك الروتوش، ماشي داكشي اللي يبقى في الطاس قلبو وصبغ بيه واحد الجهه ولا ما صالح ليش ولا لا صالح، خليه واحد شويه في الطاس يديرو في قرعه ولا مهم خليه فشي حاجه مسد عليه، مش حاجه تكون مسدوده عندها الغطايه ديالها تسد، فهمت كيفاش؟ والصباغة تاعهم ديك نصي اي صباغ مشى لشي دار ولا شي حاجة يخلي الرجوش، حيت مول الدار ما تعرفش شنو يوقع انت هذا يلا خرجت من هذا بواحد 5 أيام ولا 6 أيام لكن من قيام ريكلا الشجر عاد حفروهم باش يفوتو البلين تاع هذا ما خلاوش شي نور هاكا، يعني تخلي الرجوش هادشي نصي الصباغ كيما مول الدار خلي الروتوش باش انه واحد النهار حفرتي شي حفره درتي شي حاجه يعني كيوقعوا بزاف ديال الحوايج، جيتي مدخل الماري وقصتي الحيط يعني كيوقعوا بزاف ديال الحوايج، هادشي كيوقع بزاف. المهم تحياتي واللي عجبو الفيديو منساش يدعمنا في الصفحه ويخلي جيم، حنا ان شاء الله ديما جديد كانت شي حاجه باش غادي نفيدكم راه حنا غادي نفيدكم.